أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار من قناة الغد المشرق، نبدأها بأبرز العناوين. وكالة فرانس بريس تكشف عن خسائر ميليشيات الحوثي خلال المعارك في حرض، ومقاتلات التحالف العربي تدك تعزيزات الميليشيات. منظمة الأرومية لحقوق الإنسان تكشف عن تجنيد ميليشيات الحوثي إجباريا لأكثر من 1000 مهاجر إثيوبي. الهيئة التنفيذية لانتقال حضرموت تتابع تحضيرات مليونية سيئون والمزمع إقامتها السبت القادم. أهلا بكم. استمرت المعارك العنيفة بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي في مدينة حرض بمحافظة حجة، بينما وصلت مقاتلات التحالف العربي استهداف أرتال الميليشيات الإنقلابية في مناطق مختلفة من مدينة حرض ومحيطها. تتضاعف خسائر ميليشيات الحوثي الإنقلابية يوميا في مدينة حرض بمحافظة حجة. 56 عنصرا من الميليشيات الحوثية قالت وكالة فرانس بريس إنهم لقوا مصرعهم في معارك الأيام الثلاثة الماضية وضربات التحالف العربي. الوكالة ذكرت أن القوات الحكومية تطوق مدينة حرض وأن المعارك عنيفة تدور لانتزاع المدينة بالكامل من قبضة الميليشيات الحوثية، أشدها ضراوة تتركز عند الضواحي الشرقية والجنوبية من مدينة حرض. هذه المعارك تزامنت مع غارات مكثفة نفذتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع الميليشيات الحوثية في حرض ومحيطها. تقول مصادر القوات الحكومية إن المقاتلات أغارت ب15 ضربة جوية على تجمعات حوثية وعربات وأطقم في منطقة الشعاب شرقي حرض وأخرى داخل المدينة، وأدت إلى مقتل أكثر من 20 عنصرا خلال الساعات 24 الماضية، فضلا عن تدمير عربات وآليات محملة بالذخائر والأسلحة المتوسطة وخمسة أطقم عسكرية أيضا. وعلى وقع هذه التطورات الميدانية، أعلن التحالف العربي تنفيذ عملية عسكرية في صنعاء، قال إنها للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة النوعية بعد إطلاق الميليشيات الحوثية 3 صواريخ باليستية لاستهداف المدنيين في محافظة حجة. وأكد التحالف أن إطلاق الصواريخ الباليستية لاستهداف المدنيين يتطلب الاستجابة العملياتية، وأعاد تحذير الميليشيات الحوثية من استخدام الأعيان المحمية وأن خيارات التحالف القانونية متاحة. ميدانيا أيضا، أفشلت القوات الجنوبية المرابطة في قطاعي بتار والجب هجوما للميليشيات الحوثية. وأفاد المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي أن مواجهات عنيفة استمرت لساعات واستخدم فيها مختلف الأسلحة، تمكنت على إثرها القوات الجنوبية من كسر الهجوم وإجبار العناصر المهاجمة على الفرار والتراجع في الوقت الذي سقط فيه العديد من عناصرها بين قتيل وجريح. نبقى في الضالع، حيث أصيب مواطن برصاص قناص حوثي في ريف مديرية قعطبة شمال محافظة الضالع. وأفاد سكان محليون أن مواطنا يدعى فضل محمد الليث قد أصيب أثناء مروره في طريقه المعتاد إلى مزرعته في بلدة الخرازة شرق مدينة الفاخر. ولم تعد هذه الحادثة هي الأولى من نوعها، بل سبقتها عشرات الحوادث التي تستهدف فيها الميليشيات الحوثية المدنيين وسط قرية الخرازة. أكدت منظمة إثيوبية مختصة في حقوق الإنسان أن ميليشيات الحوثي جندت المئات من المهاجرين الأفارقة واقتادتهم إلى الجبهات العسكرية بالقوة، مشيرة إلى أنها كثفت جهودها لتحشيد الأفارقة إلى الجبهات العسكرية في صنعاء وبقية المناطق التي تسيطر عليها بقوة السلاح. السجن أو التوجه إلى الجبهات العسكرية خياران وضعتهما ميليشيات الحوثي الإنقلابية على كثير من المهاجرين الأفارقة في المحافظات التي تسيطر عليها بقوة السلاح. تكشف منظمة الأرمية لحقوق الإنسان عن أكبر وأسوأ استغلال يتعرض له المهاجرون في صنعاء. قالت المنظمة إن 30 مهاجرا إثيوبيا ممن يصلون إلى اليمن يتوجهون يوميا إلى محافظة صعدة، وهناك يتعرضون للاحتجاز وتخييرهم بين التجنيد والقتال في صفوف الميليشيات الحوثية والسجن.
بحسب المنظمة ذاتها فقد ذهب أكثر من 1000 مهاجرا للقتال في صفوف الميليشيات الإنقلابية من الجنسية الإثيوبية فقط. البعض منهم لقي مصرعه في الجبهات، والبعض جرحى يتواجدون في مستشفى الكويت وكذلك في المستشفى الجمهوري. ولم تتمكن المنظمة الأثيوبية من الحصول على العدد الدقيق للقتلى والجرحى الأثيوبيين الذين يصل بعضهم إلى المستشفيات نتيجة التعتيم والإجراءات الأمنية المشددة على المشافي من قبل الميليشيات الإنقلابية. تكشف المنظمة عن نشاط مكثف للميليشيات الحوثية في أوساط الطلاب وحتى الطالبات الأثيوبيات الملتحقات بالمدارس وتجمعات الجالية الأرمية لتحفيزهم على التجنيد والانضمام إليها، بينما خيرت الطالبات بين الاستمرار في الدراسة والالتحاق بما يسمى الزينبيات أو الفصل. هذا النشاط دفع بأسر الطلاب إلى تقديم شكاوى لمفوضية شؤون اللاجئين، لكن الأخيرة تجاهلت الأمر بحسب المنظمة التي تحدثت عن شكاوى عديدة وصلت إلى المفوضية من اختطاف الميليشيات الحوثية لأبنائهم وتجنيدهم إجباريا ولكن دون جدوى. لا يستثني إذن تجنيد ميليشيات الحوثي أحدا كبارا وصغارا يمنيين وغير يمنيين، تنزف في الجبهات العسكرية يوميا وتكثف جهود التحشيد واقتياد المهاجرين بالقوة إلى الجبهات على أمل الحفاظ على ما بيدها من المناطق، ومع ذلك هذا لا يحدث فهي تنهار يوميا على مختلف الجبهات والمحاور. نعى مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن 2 من مهندسيه ارتقيا شهيدين في مهمة لنزع الألغام بمديرية حيس. وقال مسام في بيان أن مهندسيه أحمد الظاهري ومراد عبد السلام استشهدا أثناء تأديتهما لواجبهما الإنساني في حيس. وقدمت الفرق الهندسية للقوات المشتركة ومشروع مسام تضحيات جسيمة من العاملين والمهندسين في سبيل تطهير الساحل الغربي ومناطق يمنية أخرى من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي. هذا ويشكو سكان مدينة الحديدة من تردي الأوضاع المعيشية في المدينة نتيجة الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي في المزارع والطرقات العامة وتردي الخدمات والكهرباء وفرض الجبايات والتلاعب بالوقود والغاز. ما بين قهر جبايات ميليشيا الحوثي الانقلابية وجحيم ألغامها توزعت معاناة سكان مدينة الحديدة وزادت من ظروفهم المعيشية سوءا في كل مكان. الظروف السيئة التي أورثتها الميليشيا بانقلابها لسكان المدينة ترتب عليها تراجع كبير في نشاط الميناء الذي كان المصدر الأساسي لعمل الكثير من السكان، كما تسببت الألغام المزروعة وسط المزارع والطرقات إلى جانب ارتفاع أسعار الديزل في تراجع الإنتاج الزراعي بشكل كبير غير مسبوق. مصدر أكاديمي في الحديدة قال إن إعادة تموضع القوات المشتركة في جنوبي المحافظة كشف عن حجم الكارثة التي خلفتها الميليشيات بزراعة آلاف الألغام طوال الثلاث سنوات الماضية، فتحولت المدينة إلى مصيدة من الألغام والخنادق. ووفق تقارير أممية فإن مديرية حيس تعد أكثر المديريات المنكوبة بحقول وشبكات الألغام، وذكرت التقارير أن ما يقرب من 120 ضحية من المدنيين سقطوا في الحديدة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي. تلك المأساة رافقها سعي محموم لجمع الجبايات، حيث رفعت الميليشيات أسعار استهلاك الكهرباء الكيلو وات من 12 ريالا إلى 250 ريال، وهي أسعار يصعب على معظم سكان المدينة دفعها، إضافة إلى تفاقم أزمة الوقود جراء ارتفاع أسعارها إلى الضعف وتحكم مشرفو الانقلاب بتوزيع الغاز المنزلي على السكان بواقع اسطوانة واحدة كل 6 أسابيع. ووفق ما يقوله السكان فإن صفيحة البترول عبوة 20 لتر بلغ سعرها أكثر من 30,000 ريال في السوق السوداء التي تديرها الميليشيات، في ظل أزمة خانقة وإغلاق معظم محطات شركة النفط الحكومية واقتصار عملها على تزويد مقاتلي وقادة الميليشيات بالوقود. وبحسب السكان منحت الميليشيات تجارها حق بيع خدمة الكهرباء بأسعار خيالية في ظل تردي الأوضاع المعيشية للسكان وانعدام فرص العمل، بعد أن تحولت الموانئ من مصدر دخل إلى مواقع للمسلحين ومصدر أموال لقيادة الميليشيات والعاملين معها فقط. دعت الحكومة المنظمات الدولية ووكالات الإغاثة إلى تنفيذ مشاريع تنموية والتركيز على معالجة تدهور الأوضاع الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. ووجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك خلال ترأسه اجتماعا لقيادة وزارة التخطيط والتعاون الدولي
بالعمل على تسهيل عمل المنظمات الدولية في اليمن وتعزيز الشفافية والرقابة والتقييم لأدائها وتسريع إجراءات أنشطتها. وشدد معين على مضاعفة الجهود لتوفير بيئة العمل المناسبة للشركاء الدوليين وتوجيه المساعدات بشكل فاعل. وفي سياق وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك بسرعة تنفيذ إجراءات عاجلة لتوفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي ووضع الحلول للإشكالات التي تسببت في حدوث أزمة تموينية مؤخرا وتحديدا في العاصمة عدن. وناقش رئيس الوزراء في اجتماع مشترك مع وزارة النفط والمعادن والبنك المركزي والشركة اليمنية للنفط وشركة مصافي عدن الوضع التمويني للمشتقات النفطية. وشدد معين على ضرورة التسريع بتنفيذ الآلية المعدة لمواجهة أزمة المشتقات النفطية وضمان عمل المؤسسات المعنية بشفافية ومهنية بعيدا عن أي تدخلات. أكد محافظ حضرموت اللواء الركن فرج سلمين البحسني أن رئيس الجمهورية وجه بإضافة 5% من مبيعات النفط لمحافظة حضرموت لتصبح حصة المحافظة 25%. ما أريد التأكيد على هذا اليوم في هذه المناسبة أنه فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي قد وجه قبل يومين بإضافة 5% من مبيعات النفط لتكون لتصبح بدل 20 25%. وهذا خبر صار يسرني أن زف المواطنين في حضرموت من مدينة غيلبة وزير، وإن شاء الله عندما تتحسن الظروف الاقتصادية للبلد سترتفع من 25 لتصل إلى 30 كحد ابتدائي، ولتصل إلى المستوى الذي نطمح نحن في حضرموت أن تصل إليه، والقيادة أيضا السياسية تطمح أن تصل إليه. عقدت الهيئة التنفيذية لانتقال حضرموت اجتماعا موسعا في مدينة المكلا مع أعضاء الجمعية الوطنية وكتلة حلف وجامع حضرموت واتحاد النقابات العمالية لمناقشة التحضيرات لمليونية سيئون. اجتماع موسع للهيئة التنفيذية الانتقالية حضرموت مع الجمعية الوطنية في كتلة حلف وجامع حضرموت والاتحاد العام للنقابات العمالية. الاجتماع كرس لمناقشة التحضيرات لانطلاق الحشود الجماهيرية التي ستشارك في مليونية سيئون والمزمع إقامتها يوم السبت القادم. اليوم عقدنا لقاء مع الجمعية الوطنية كتلة الجمعية الوطنية حضرموت ومع الهيئة التنفيذية لغرض التشاور وتوحيد الرؤى وتوحيد الموقف وحشد الطاقات والجهود نحو المليونية في الوادي بإذن الله، أن يحشد أعضاء الجمعية ونعمل كفريق واحد، وأيضا لمواجهة الفساد المتراكم في الساحل بإذن الله. بعد الآن همنا نحن الوادي، التقينا وناقشنا بعض الرؤى. المجتمعون ناقشوا آلية انطلاق الوفود من مدن ساحل حضرموت إضافة لآلية دخول الجماهير إلى سيئون. التأكيد هنا على سلمية المليونية التي تطالب برحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت. ونحن كنقابة سنكون مشاركين في هذه الفعالية أيضا منطلقين من حرصنا وتأكيدنا على ضرورة أن تأخذ حضرموت استقلاليتها في حماية أراضيها، وأيضا مشاركة كل أبنائها في حماية هذه المحافظة. هذا وحقيقة نحن نطالب كافة الجماهير سواء كان العمالية الصيادية الفلاحية بالمشاركة الفعلة في هذه المليونية. طبعا المرأة بتشارك بقوة من الساحل، طبعا تشارك أخواتها في الوادي في هذا المليون ودعمهم كونهم موجودين في نفس النطاق، سندعم بكل قوتنا. وطبعا بيكون هناك حشد لهذه المليونية من ساحل حضرموت ضمن موكب ساحل حضرموت. هذا الاجتماع دعا جماهير حضرموت إلى المشاركة الفاعلة في مليونية سيئون، المليونية التي ستدعو أيضا إلى تنفيذ اتفاق الرياض وإحلال قوات النخبة الحضرمية في وادي وصحراء حضرموت. لقناة الغد المشرق، محسن بالبحيث، المكلا.
توافد شيوخ ووجهاء قبيلة الحريزي إلى ديوان رئيس المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى السلطان عبد الله بن عيسى آل عفرار لتأكيد وقوفهم إلى جانب إخوانهم لانتزاع حقوقهم المشروعة. وأكد السلطان آل عفرار في كلمته على مكانة قبيلة الحريزي ومواقفها الثابتة إزاء قضايا المحافظة، مشيدا بدورها البارز للحفاظ على وحدة الصف والكلمة التي من خلالها تنتزع الحقوق المشروعة. بدورهم أكد شيوخ قبيلة الحريزي على تمسكهم بمطلب تنفيذ اتفاق الرياض بشكل عاجل وتشكيل قوة عسكرية مهرية خالصة. مشاهدينا بعد الفاصل تتابعون. كلية العلوم الإدارية في جامعة عدن تنظم طبقا خيريا لدعم امرأة مصابة بسرطان الثدي. حياكم الله من جديد. في لفتة إنسانية نظم طلاب وطلاب كلية العلوم الإدارية في جامعة عدن طبقا خيريا ضمن الأنشطة اللاصفية، ويهدف المنظمون إلى جمع تبرعات عائد الطبق الخيري لصالح والدة إحدى الطالبات المصابة بسرطان الثدي. لم يمت الضمير الحي ولا زالت قلوب أبناء هذا الوطن تنبض بالرحمة والوفاء، كيف لا وهي ألين الأفئدة. طلاب كلية العلوم الإدارية في جامعة عدن أرسلوا لنا دعوة حضور لفعالية إنسانية، وما أن حضر طاقم الغد المشرق حتى كانت المفاجأة. يقيم المجلس الطلابي لكلية العلوم الإدارية الطبق الخيري الذي عوائده تكون لصالح امرأة مصابة بسرطان الثدي. الطبق الخيري عبارة عن حملة شبابية أطلقها حملة طلابية أطلقها طلاب كلية العلوم الإدارية وتحت إشراف تنفيذ المجلس الطلابي، وتكون العوائد لصالح الأمراء المصابة بالسرطان. والطبق الخيري يحتوي على مجموعة من الوجبات الغذائية والرسم والخطوط. الطبق الخيري هو يعني طبق لدعم مرضى السرطان. في طبعا كثير من الطلاب قدموا لنا بعض الاشكاليات لبعض اقربائهم الذين يعانون من مرضى السرطان، ولذلك نحن بدورنا قمنا بهذا النشاط نجمع التبرعات كمساعده بسيطه يعني من جانب يعني انساني. الطبق الخيري يعتبر واحدا من الانشطه اللاصفيه، وجاء بهدف التكفل بمرضى السرطان، وخصص هذه المرة لمساعدة والدة طالبة بالكلية مصابة بالداء الخبيث. طبعا نحن بكلية العلوم الإدارية نعمل مجموعة من النشاطات الترفيهية ومجموعة لمساعدة اخواننا الطلاب، وفي السنة القادمة عملنا طبق خيري لاجل متضررين مرضى السرطان ولاجل جهات ثانية اخرى معنا زميلنا كان، واليوم ان شاء الله نحب إقامة طبق خيري لمساعدة اختنا وزميلتنا امها مريضة بسرطان الثدي، وان شاء الله انه ينجح، ونحن برضو نساعد اخواننا بعمل تبرعات مبالغ مالية. نحن كطلاب جامعة علوم الإدارية سنة أولى جامعة وقد وقفنا في الوقفة هذه مع الأمراض السرطان، وأتمنى أن نساعدهم في كل شيء، وقد نحن قد عانينا من قبل في الدولة هذه يعني، فحبينا أن نوقف معاهم وإن شاء الله ما يعني ما نقصر معاهم، وكمان البنت هذه الطالبة تدرس معانا إن شاء الله يعني حبينا أن نوقف معاها في الوقفة هذه. المبادرة بحد ذاتها حملت أبلغ صور التلاحم والتراحم بين طلاب كلية العلوم الإدارية بجامعة عدن، وكان من أصدق المواقف التي قابلناها طيلة السنوات الماضية. صلاح العاقل لقناة الغد المشرق عدن. أما الآن نتابع وياكم آخر الأخبار والمستجدات المتعلقة بجائحة كورونا عالميا. تجاوزت أعداد الإصابات العالمية بفيروس كورونا نحو 40 مليون حالة بحسب جامعة جونز هوبكنز، فيما يقترب أعداد الوفيات العالمية من نحو 5 ملايين و800 ألف حالة.
هذا وما زالت تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى عالميا من حيث أعداد الإصابة والوفيات بفيروس كورونا، حيث أظهرت آخر الإحصاءات تسجيل 78 مليون ونصف المليون حالة وأكثر من 930 حالة وفاة. أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل نصف مليون حالة وفاة منذ اكتشاف المتحور أوميكرون من فيروس كورونا. وقال مدير إدارة الحوادث في المنظمة عبدي محمود إنه تم تسجيل 130 مليون إصابة و500 ألف وفاة في العالم منذ الإعلان عن المتحور أوميكرون أواخر نوفمبر الماضي، واصفا الأمر بأنه أكثر من مأساوي. مشاهدينا، انتهت هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. وكالة فرانس بريس تكشف عن خسائر ميليشيات الحوثي خلال المعارك في حرض، ومقاتلات التحالف العربي تدك تعزيزات الميليشيات. منظمة الأرومية لحقوق الإنسان تكشف عن تجنيد ميليشيات الحوثي إجباريا لأكثر من 1000 مهاجر إثيوبي. والهيئة التنفيذية لانتقال حضرموت تتابع تحضيرات مليونية سيئون والمزمع إقامتها السبت القادم. شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة، في أمان الله.